هجرة أمورية اليوم المورو. وفي العصر البرونز المتأخر كان هناك هجرة كنعانية، وفي العصر الحديدي في بداية العصر الحديدي كان هناك هجرة فينيقية بونية اللي هم قرطاج وما نتج عنها. والعصر الكلاسيكي كان هناك هجرة أول مرة واحتلال، ثم احتلال إغريقي واحتلال روماني. هذا الحقيقة هو العصر الحديدي، تشكل بهذه الطريقة. يعني العصر البرونزي وحديدي وكلاسيكي تشكل بهذه الطريقة، لكن تفاعله كان نسبياً تفاعل إيجابي لولا الاحتلالات الرومانية الأخيرة اللي كان فيها قسوة وكان فيها أذى للناس، لكنه بشكل عام كان إيجابياً عندما أصبح هناك مزاجاً جديداً لشمال أفريقيا صنعه سكان شمال أفريقيا الأصليين مع الوافدين الذين وفدوا إلى هذا الشمال الأفريقي. نعم. القسم الخامس من المحاضرة نقول شمال أفريقيا في العصر الوسيط. أولاً عندما دخلت اليهودية والمسيحية المبكرة، حقيقة اليهودية كانت قد دخلت إلى 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 شمال أفريقيا قبل الرومان تقريباً في الفترة اللي مستوطنات البونية الأخيرة، وأيضاً في برقة. برقة الحقيقة كانت منطقة متقدمة كما تعرفون في حدودها، والحقيقة هذه يعني الوجود اليهودي جاء بسبب ما حصل في أورشليم عندما تيتوس، يعني دخل الجنرال تيتو عندما دخل وهجر، يعني أخلى أورشليم تماما من اليهود، فاضطروا لأن ينتشروا في المنطقة اللي حولهم، وصلوا بعضهم إلى منطقة برقة. فكان هناك يهود في منطقة برقة وقسموا طبعا، يعني طبعا أيضا ذهبوا إلى موريتانيا، مناطق الموريتانية بتسميتها القديمة طبعا، وعملوا في الزراعة وتربية المواشي، وقسموا نفسهم إلى عشائر وقبائل ويحكمهم رؤساء، وكانوا يدفعون للرومان ضريبة الرؤوس يعني ما يسمى، لكنه وجود بسيط يعني اتسع قليلا فيما بعد. لكن المسيحية المبكرة، ولأنها ديانة تبشيرية، هي التي انتشرت بقوة. لماذا؟ في حدود 700 بالميلاد بعث من الحواريين إلى أرض أفريقيا، يعني واحد من الحواريين اللي هو فيليب، أحد الحواريين المسيحي حواري سيد المسيح، وصل إلى هذه المنطقة وإلى أرض برقة تحديدا، ثم سايمون الكناني، وكانت برقة من أول الأقاليم المسيحية. وهذا الحقيقة يعني كثير من أهل شمال أفريقيا أصبحوا مسيحيين في هذه المرحلة المبكرة، وتخلوا عن الديانة المتعددة الآلهة، يعني الديانة الأمازيغية القديمة. فظهرت شخصيات مهمة جدا في هذه المرحلة أثرت في تاريخ فكر المسيحي بأكمله، مثل أغسطين وأوريجانوس وترتليان وقبريناس قبريانوس القرطاجي ومرسيلوس من طنجة. هؤلاء كلهم كانوا من الأمازيغ، فضلا عن 3 باباوات للكنيسة الكاثوليكية: البابا فيكتور الأول، ملتيادس، وغاليلوس الأول. وسادت طبعا هي المسيحية تعرفون أنها يعني كانت مذاهب كثيرة جدا، خصوصا في التأسيس الأول لها، قبل أن يصبح أغلبها يعني إلى كتلتين أساسية اللي هم الأرثوذكس والكاثوليك. فكانت هناك تيارات مسيحية، واحدة من التيارات المسيحية المهمة جدا ذات الطابع المحلي الأمازيغي هي الدوناتية، وهي حركة مسيحية ظهرت في مقاطعة أفريقيا الرومانية وازدهرت في القرنين الرابع والخامس، نسبة إلى صاحبه هذا المذهب دونات الكبير الأمازيغي، الذي أعلن عدم الاعتراف، كان وطنيا، أعلن عدم الاعتراف بأي كاهن مهما علت مرتبته طالما كان مستكينا وراضخا للسلطات الإمبراطورية، وطلب الاستشهاد في سبيل ذلك. انتشرت هذه الحركة بين المسيحيين الأمازيغ في الجزائر والمغرب وتونس الحالية، وحظيت بقوة في عهد القديس أغسطين في نهاية القرن الرابع، واختفت هذه
الفئة من المسيحيين أو الطائفة بعد الفتح الإسلامي للمغرب. نعم. السلايد الآخر، الوندال. الوندال نذكرهم هنا لأنهم كانوا جاءوا إلى شمال أفريقيا بطيف مسيحي جديد وهو الأريوسي، لأن كان الوندال على مذهب الأريوسي، والمذهب الأريوسي هو المذهب الذي كان يعني موحد، بمعنى عفوا واحديا، يعني تعرفون المسيحية بين فكرة الطبيعة الواحدة وبين فكرة الأقنوم الثلاثي. صارت عليها الحقيقة جدل كبير في هذه الفترة. الأريوسيون من الناس اللي أصروا على الطبيعة أن السيد المسيح هو بشر ولا لا ليس له طبائع أخرى. هذا الحقيقة تبناه الوندال، ووجد صدى جيدا له في شمال أفريقيا عندما هبط الوندال من إسبانيا نزولا إلى الشمال الأفريقي. الوندال هم يعني قبائل جرمانية بالأساس، جرمانية اسكندنافية، ويعني كانت لهم يعني طريقة في السلوك والعيش، اختلفوا الحقيقة عن الجرمان وعن غيرهم، وعبروا تركزوا أو مروا بشبه جزيرة أيبيريا ونسبيا استقروا هناك. ثم بعد ذلك تحالف ثيودور العظيم مع الذي وحد القوطيين الشرقيين والغربيين تحت حكمه، وتحالف مع الوندال وتزوج بناتهم، وفي تلك الفترة هبطوا إلى المناطق الشمال الأفريقي واستطاعوا أن يكونوا لهم أماكن، يعني موطئ قدم كبير جدا في الشمال الأفريقي، وبدأوا يتفاعلون مع الناس. وهذا لون أو طيف جديد، مثل ما تحدثنا قبل قليل عن اليهودية والمسيحية المبكرة والدوناتية، الآن الوندال، هذا كله أطياف حضارية دينية ظهرت في شمال أفريقيا واختلطت مع بعضها في وقت من الأوقات. السلايد الآخر، التفاعل الحضاري مع الوندال. يعني واحدة من النقاط التي معروفة للكثيرين أن اسم الأندلس مشتق من اسم هذه القبيلة اللي هي الوندال، التي سميت في واندلوسيا كانت تسمى، ثم حولها العرب بتصويتهم الخاص إلى الأندلس أو أندلس. وسكن الوندال جنوب إيبيريا لمدة من الزمن وانتقلوا لأفريقيا كما قلنا في حدود 455 ميلادي. فرض الوندال على الناس مذهبهم الأريوسي الذي يقول بطبيعة المسيح البشرية، واضطهدوا النصارى النيقيين يعني الذين يخالفوهم، خصوصا جماعة الأقنوم، وصادروا أملاك الكنيسة وأموالها. لكن للأسف تصرفوا الوندال بقسوة مع غيرهم من الذين يختلفون معهم، فمعروف بعدين تعرفون جاء الرومان وأزاحوهم من المشهد، وبقي منهم من بقي في شمال أفريقيا، وهزم منهم من هزم، سواء كان في البحر أو ذهب عاد إلى إسبانيا. ما هي الأريوسية؟ كما قلنا هو الأريوس هو قسيس وزاهد وكان مسيحي في الإسكندرية بمصر من أصل بربري. اشتهر أريوس أيضا، هو من أمازيغ معناتها، بتبنيه لمجموعة من التعاليم التي تدور حول الطبيعة اللاهوتية في المسيحية، التي أكد فيها على تفرد الأب وتبعية المسيح للأب ومعارضته لما أصبح سائدا حول طبيعة يسوع المسيحي. فأصبح الموضوع الرئيس الذي نوقش في مجمع نيقية رفض هذا الموضوع في تلك الفترة. نعم. البيزنطيون، هناك الآن طيف جديد، يعني احنا ما زلنا في العصور الوسطى، ما زلنا في مرحلة التاريخ الوسيط. إذن في هذا التاريخ الوسيط شهدنا هذه التفاعلات، وصلنا للوندال، والآن نذهب إلى البيزنطيين. والبيزنطيين يعني معروفين في تاريخهم، وهم كانوا أصحاب مذهب الثالوث الملكاني، يسمى المذهب الملكاني، المسيحي الملكاني، وهو يعني أرثوذكسي قديم الحقيقة هذا المذهب. وهذا المذهب يعني
كان على احتراب مع المذاهب الأخرى وخصوصا مع المذهب الأريوسي، ولذلك شنوا الحرب على الوندال واقتلعوهم تقريبا، من يعني انتصروا عليهم في معركة معروفة جدا. والاحتلال البيزنطي في هذه المرحلة بنى الحصون والمقالع، ويعني فعلا مرحلة مميزة بهذه بالحصون البيزنطية، وأصبح هناك خط دفاعي يحيط سهل مجرد ونوميديا. كان البيزنطيون كما قلنا على المذهب الملكاني، والإيروسيين الأيروسي على المذهب الواحدي أو الإيروسي. الآن نشوف بعد البيزنطيين ما سكنوا المنطقة واستوطنوا يعني استتبوا فيها، نشأت ممالك بيزنطية أمازيغية، خليط بين يعني المسيحيين، بين مواطنين الأمازيغ والبيزنطيين. هاي ملونة أمامكم باللون الأحمر، وهي ممالك الطاقة ألورسينيس والحضنة والأوراس والنعامشة والكابسوس والدورسال والكابون. هذه هي ممالك في هذه الفترة البسيطة الحقيقة، تقريبا بين القرن الرابع الخامس عفوا قبل الميلاد إلى القرن السابع، نعم ميلادي عفوا، الآن كله بالميلاد، إحنا بين القرن السادس الخامس قبل السادس قبل الميلاد إلى السابع، السادس الميلادي إلى السابع. الآن نذهب إلى الطبقة أو المنطقة الأخيرة، وهو العرب والإسلام. وهذه طبعا منطقة نوعية وهجرة نوعية وقضية معروفة، والمسلمين عندما ظهروا في مناطق المشرق وبعد ذلك بدأوا بغزواتهم و انتشروا في هذه المناطق، يعني تقريبا استغرقت حروبهم مع البيزنطيين 66 سنة يعني في هذه المنطقة. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، عمر بن العاص غزا برقة التابعة لولاية مصر البيزنطية وطرابلس، وفي عهد الخليفة عثمان سار المسلمون أبعد من برقة واحتلوا ولاية أفريقيا البيزنطية. وفي عهد الدولة الأموية في آخر القرن السابع الميلادي، عبد الملك بن مروان والوليد احتلوا شمال أفريقيا كلها بعد حروب طاحنة مع أهل البلاد بقيادة حسان بن نعمان الذي استولى على كثير من الحصون وغيرها، واحتل مدينة قرطاج. المهم أن شمال أفريقيا بحدود قرنين من الزمان تقريبا، أو في هذا الحدود يعني أصبحت جزء من الإمبراطورية الإسلامية. نعم، التفاعل الحضاري بين الأمازيغ والعرب من خلال الإسلام. الحقيقة أنا أعتقد يعني وجهة نظر أقدمها، أقول أن أكثر شعبين وفدوا إلى شمال أفريقيا وتفاعلوا تفاعلا حضاريا قويا جدا، يعني إيجابيا وقويا، هم كما قلنا القرطاجيون أو البونيون والعرب. والعرب تفاعلوا من خلال الإسلام مع الأمازيغ في هذه المنطقة. الأمازيغ لم يرفضوا الإسلام، بل بالعكس اعتنقوه بحماسة وساهموا في توسيع رقعته بقوة، لا سيما من خلال نشاط الزوايا على غرار الزاوية الرحمانية. ومن جهتهم لم يلجأ العرب المسلمون إلى الإكراه لنشر الإسلام، والمقاومة التي لقوها على أيدي الأمازيغ كانت نتاج سياسة التعسف التي انتهجها بعض القادة المسلمين، وليس نتاج رفض السكان الأصليين في الجزائر مثلا لاعتناق الإسلام والتفاعل معه. ثالثا، الإسلام عامل وحدة، أصبح هذا الدين عامل وحدة ثقافية واجتماعية وعقائدية وسياسية، اجتمعت حوله مختلف القبائل على القيام ببناء شمال أفريقيا على أسس جديدة. رابعا، نشأ عن التعاون بين الأمازيغ والعرب دولة الأندلس التي تعد واحدة من أعظم صفحات الحضارة الإسلامية.
خامسا تطورت العلوم والآداب والفنون بعد تفاعل الأمازيغ والعرب من خلال الإسلام في هذه المنطقة، وأصبح يعني شيئا مهما وكبيرا وعلامة فارقة. يعني هذا العمران الذي شهده شمال أفريقيا كان الحقيقة ثمرة من ثمرات هذا التفاعل. نعم، نجمل العصر الوسيط مثل ما أجملنا العصر البرونزي والحديدي، نجمل الآن العصر الوسيط ونقول في القرون الميلادية الأولى بين الأول والرابع انتشرت اليهودية والمسيحية المبكرة. ثانيا في القرون الميلادية بين الخامس والسادس ظهر الوندال بعقيدتهم الأليوسية المسيحية. في القرون الميلادية بين السادس والسابع البيزنطيون بين 533 إلى 643. ثم في القرنين السابع والثامن ظهر العرب المسلمون في هذه المرحلة. وللاحظ أن هذه نعم هي مرحلة أديان وقوميات تتفاعل في شمال أفريقيا مع مرة أخرى مع سكانها الأصليين، وينتج عنها ظواهر حضارية إيجابية. أنا لا أركز ولا أريد أن أمر على الجوانب السلبية وهي كثيرة، لكنني ألتزم بعنوان المحاضرة على هذا التفاعل الحضاري، على هذه الألوان الجديدة والطيف الجديد الذي ظهر في حضارات وثقافات شمال أفريقيا، والذي أثر أيضا على الشعوب التي جاءت إلى هذه المنطقة عندما رجعت إلى أماكنها فيما بعد. نعم، القسم السادس شمال أفريقيا في العصر الحديث. أكثر استعمار سيطر على شمال أفريقيا هو الاستعمار الفرنسي بحلول عام 1875. أهم دولتين غربيتين مسيطرتين على الوضع في شمال أفريقيا هما فرنسا التي كانت تسيطر على الجزائر، وبريطانيا التي كانت تسيطر على مصر، وسيطرت في الحرب العالمية الثانية على جزء بسيط من ليبيا. فرنسا وضعت يدها على تونس بعد الجزائر، وعرضت على الوالي محمد الصادق مشروع الاتفاقية، ولكنه رفض. وعندما رفض يعني غزت فرنسا تونس وأصبحت أيضا جزء من انتهزت فرصة اجتياز عدد من القبائل الكرمين الجزائرية التي هاجرت إلى تونس بعد احتلال الجزائر. واتهمت فرنسا والي تونس بعجزه عن السيطرة على هذه القبائل، ثم قامت بهجوم عسكري على تونس وضمت تونس لها. إذن أصبحنا هذه منطقتين. السلايد الآخر، هذا الاستعمار الفرنسي أخذنا الآن. الاستعمار الإيطالي في ليبيا مشهور، قامت إيطاليا بتوجيه اسطولها البحري صوب ميناءي طرابلس وبرقة الليبيين في 1911، وهذا الهجوم الإيطالي لم يلقى مقاومة كبيرة جدا من جيش الخلافة العثمانية، والحقيقة فيما بعد أصبحت كل ليبيا تقريبا، وشوفونها أمامكم هذه مسارات الغزو الإيطالي إلى ليبيا، واستعمرت ليبيا أصبحت جزء من استعمار الإيطالي. ثم الاستعمار الإسباني، وهي يعني في البداية على أساس حماية إسبانيا من المغرب، تتألف المحمية الإسبانية من قطاع شمالي على البحر المتوسط ومضيق جبل طارق، وشملت منطقتي الريف وجبالة جبالة أو وتحدها شمالا مدينتي سبتة ومليلة هذا هو أمامكم الخريطة اللي فيها منطقة الحماية سموها، لم يستعملوا فكرة الاستعمار. وهذه المحميات تجاوزت وتوسعت الحقيقة وأصبحت يعني واقع حال في المنطقة، ثم تقلصت بعد ذلك. سيطرة الإسبانية على الصحراء الغربية كان بهدف تحويل المنطقة إلى ميناء من أجل تجارة الرقيق، لكن في عام 1700 غيرت إسبانيا هدفها حيث باتت تعتمد على المنطقة من أجل النشاط الاقتصادي. وهكذا الحقيقة مرت هذه الأمور. ثم فرانكو قرر الانسحاب من تلك المناطق بشرط بناء قاعدة إسبانية هناك، وكان هناك اتجاه عالمي نحو استكمال إنهاء الاستعمار، مما جعل إسبانيا تسرع في عملية الانسحاب من كل المناطق التي احتلتها. وهكذا
تركت الصحراء الغربية هناك ورحلت. هذا صورة أيضا لشعب أوروبي جديد استعمر شمال أفريقيا وهم الإسبان. إذا السلايد الآخر، الإدارة العسكرية البريطانية لم نذكر كيف، الحقيقة هذه فترة بسيطة وهلة ليست طويلة. كانت الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا كانت تضم السيطرة البريطانية العسكرية على مناطق برقة وطرابلس في ليبيا الإيطالية السابقة، حيث حكمت بريطانيا من 1904 حتى الاستقلال ليبيا عام 51، وكان ذلك جزء من إدارة الحلفاء كما قلنا في الحرب. هذه هي صورة أمامكم لفزان وغيره. هذا الاستعمار بشكل عام للمشرق والمغرب. تشاهدون يعني شمال أفريقيا كيف أن استعمار إيطالي واستعمار فرنسي واستعمار إسباني في هذه المناطق. نعم. إذن خلونا أيضا نجمل بهذا الشكل الرباعي. نفس الشيء غريب هذا الشكل، أربعة دائما هناك، أربعة وافدين في كل مرحلة تاريخية فاصلة. نشاهد بريطانيا يعني في جنوب شرق ليبيا، ثم إيطاليا في شمال غرب ليبيا، ثم ليبيا كلها، وعندنا في تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا لفرنسا، وسبتة ومنيلة والصحراء المغربية وموريتانيا لفترة أيضا إسبانيا. إذن هذه هي، لكن طبعا هذه المرة نحن أمام استعمار قاسي جدا وسأشرحها في السلايد القادم. يعني الاستعمار حقيقة في حركة الحديثة فيه قسوة شديدة، لم يكن مثل الهجرات السابقة هناك تفاعل حضاري أكثر إيجابي. نعم كان هناك تفاعل حضاري، ولكنه قياسا إلى العنف الذي مورس ضد شعوب شمال أفريقيا كان كبيرا جدا. الآن النتائج والخلاصات لكل ما ذهبنا إليه. أولا، التفاعل الحضاري الإيجابي هو الذي ساد في شمال أفريقيا منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور القديمة والوسيطة والحديثة، وكان بشكل رباعي التكوين كما شاهدتم في مضمونه الثقافي والإثني. ثانيا، رغم عنف وقسوة الشعوب الغازية والمهاجرة لشمال أفريقيا والتي تحملها السكان الأصليون فيه بروح التسامح والتفاعل، لكن الأثر الإيجابي كان واضحا في التحضر والتمدن الذي ساد بعد تلك الهجرات. ثالثا، نتج عن هذا التفاعل تنوع واسع وتحضر نوعي جديد، جعل من جنوب حوض المتوسط الذي هو شمال أفريقيا بؤرة حضارية أشد خصوبة من تلك التي تقابلها في شمال حوض المتوسط التي هي جنوب أوروبا. رابعا، كانت أكثر أنواع التفاعل إيجابية في عصور ما قبل التاريخ، كانت محض ثقافة تنتقل، هي ثقافة العصور الحجرية، ثم مع مجيء البونيين، ثم مع مجيء العرب المسلمين. خامسا، حملت موجات الاستعمار الحديث رغم ضراوتها وقساوتها الكثير من عوامل التحضر الحديث الثقافتي والعلوم والفنون والرياضة واللغة التي لغاتهم انتشرت في هذا المكان واستعملها السكان كلغة أولى أو ثانية، ولا بد من استثمارها وصهرها في الحاضر. سادسا، الاعتناء بالجوانب الحضارية لجميع المكونات الإثنية والدينية والقومية للشمال الأفريقي هو الذي يزيد البلدان أو هذه البلدان زهوا وتنوعا. سابعا، لابد التفاعل الحضاري المحسوب مع معطيات الحضارة الحديثة ومصادرها للتمييز بين الصواب والمشوب منها. أشكركم جدا على إصغائكم، وأتمنى أن أكون قد قدمت لكم شيئا بسيطا، بالتأكيد أنتم على علم به، ربما أجملته إجمالا معينا، وأشكركم جدا على استضافتكم الكريمة. شكرا جزيلا.